بتمويل من مبادرة عيش لبنان التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جرى تأهيل شبكة مياه الشفا في منطقة بي جعفر وفيسان في الهرمل، حيث ينفق الأهالي ربع دخلهم على شراء مياه الشرب. ولمناسبة انتهاء أعمال التأهيل التي شملت توصيل أنابيب وتأهيل خزانين إضافة إلى القناة الأساسية التي تربط الخزانين بالشبكة، أقيم حفل تدشين حضره النائب نوار الساحلي وقائم مقام الهرمل بالتكليف أكرم سلمان ورؤساء بلديات المنطقة وفعاليات أهلية واجتماعية. لا شك أن هذا المشروع هو مشروع حيوي، ولكم الشكر وأنتم في بلدكم ومع أهلكم، ولكن نتمنى إن كما شاهدتم بأم العين الحاجة الماسة للمشاريع في هذه المنطقة أن تبدأوا مع الحكومة الجديدة، ونحن سنكون إن شاء الله إلى جانبكم البدء بما يسمى بالإنماء المتوازن. هذه الجملة التي نسمعها دائما وهي لن تطبق في يوم من الأيام في لبنان. سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة غالب فرحة دعا اللبنانيين المقيمين والمغتربين إلى المساهمة أكثر في دعم المشاريع من أجل حياة أفضل في وطن أفضل. جميعا ما بات يعلم الأهمية المتزايدة في منطقتنا في ظل تقلص الموارد وازدياد الطلب على هذه المادة الحيوية، وإن كان الله قد أنعم على هذه المنطقة بخيرات ونعم وافرة، فأن التقصير والإهمال في تأمين البنى التحتية بحرمان أهلها ثمن الحياة الذي جاء فيه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذ نفتتح هذا المشروع الحيوي ونحن نقف على أبواب شهر رمضان المبارك، فإني على يقين أنه سيكون له وقع مختلف في نفوس أهالي المنطقة في شهر الصوم. وكانت كلمة للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد فيها حاجة المنطقة إلى المشروع بسبب عطش الناس، كما كانت كلمة لرئيس بلدية فيسان دعا فيها إلى إنقاذ منطقة محرومة يعشش فيها الحرمان منذ زمن. صيدا والجنوب